طيب الراجل المدير المالي بتاع اهلا ده انا الكاري رائع. طيب احنا عارفين ايه عن تشارلز ستاندش؟ لما نشوف. هو مدير الشؤون المالية بأوسكورب بقاله اكتر من 20 سنة. هو اعزب ومعروف باعماله الفنية، ولو اخر دور في البيت ده ملكه يبقى غني جدا. لو كان ليه بيطارده يبقى هو ليه علاقة بديفلز براث. هعمل بحث عن كل حاجة في الملف ده. قولي لي لو لقيتي اي حاجة. اعتقد ان ليه بيخطط لحاجة اسوأ من مبنى البلدية. يبقى احنا شركة دلوقتي. احنا شركة دلوقتي يا بيبي. انا اسف ان انا قطعت كلامك بس انا وصلت. بالذنب ان انا بطير كويس قوي. ما ايه بيخترقوا بيته بدبابة ولا ايه؟ في ايه؟ شكل البوليس محتاج مساعدة. ازاي طلع جت فيا؟ ليفينج ذا ميشن ايه؟ ما انا واقف اهو يا جدعان. في ايه؟ انتوا هبل ولا ايه؟ يلا بينا. خلصنا. كل ما يجوا يتكلموا اخش. الناس دي الام بتاعها بوتيتو. ايوه طبعا يا ابني. انا اللي جامد في الدوج بس. واحد فيهم كان مستعجل. ايه حد كسر الباب ده وعدى؟ جاي لك، ايه اللي حصل يا ابني احكي لي. انت متصاب؟ انا كويس. لازم تلاقي الاستاذ ستاندش بسرعه. خطفوا شويه ملثمين واجبروه يفتح بيته. اوبس. هو عايش فوق. اوكي. في سطوح. طيب امسك نفسك. امسك نفسك. انا سعيد بوجودكم. مش لاقي عربيتي. متاكد اني ركنتها هنا. راح فين يا؟ اوه نايس وان. واو بوتس. يلا بينا نطلع على السطح بسرعة بقى. اوكي. استنوا، انتوا بتشتغلوا هنا برضو؟ المبنى ده بيطبق قانون نوقف السيارات بصرامة. ايه الاستحمار ده؟ واحد الله واحد الله.
وات اوكي في حد عايش طيب لسه او في حد في كذا حد عايش لوفلي معركه حلوه مجهود ممتاز بدنا مش نروح فين الاسانسير مش هينفع لانهم عارفين ان انا هنا لكن ممكن اتسحب عن طريق بير الاسانسير المفروض ان اقدر اطلع للسطوح من الطريق ده تي في مودي حته دي معموله حلوه على فكره دين تي ميو ايتان انا ما شفت وين تيجي تصور تا تشينا ما 我们会让城市中国自由。كويس，قربت خلاص. ابعد عن الأنوار. زي الفل نايس 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 اميزنج يا رجاله خلي بالك الله يخرب بيت الاسانسيرات المبنى ده عالي قوي هذا انا بالحارقه بجد يلا واو هذا وصلنا للسطح نايس اهو ستاندش طيب دلوقتي ايه دخل كلمة المرور تاسو سبا بيديكو دا جوي جيني فوجي شكله متوتر يبقى لازم اخلص عليه حلو عايزين في التوب سيكريت بقى الحته دي كده انت تعمل دينجر عشان في حد شايفه لسه في حد شايفه مين شايفك اوكي الكهرباء قطعت برافو عليا احنا على فكره الستلس بتاع اللعبه جامد فشخ تعال بقى في واحد من ال ما
انت عرفت تشيل ايه الجليتش اللي حصل ده؟ وده دينجر ليه؟ اوكي في ناس كتير شايفاه. فين جيرز دلوقتي؟ اوكي دينجر. طب نحاول نجيب ده الاول. انت مين شايفك؟ دلوقتي بقيت سيف يا ابني؟ سيف مش حد شايفه. تعالى كان نفسي تبقى عليك بس حصل خير. ده الفل. عمليه نظيفه. طيب 100% يا ريت يكون ستاندش على حق. ان ايه الناس المتعلقه كتير دي؟ اوكي دمرت لي نفسه ده. هكون صريح، شكلها احلى وهي متحطمه. ايه يا جدع؟ ايه يا جدع؟ يا رجالة ده انت نجم بقى. نايس نجم بس على نفسك يا. يلا نحاول ده تاني. المكان امان. كانوا بيدوروا على ايه؟ ده بقاله 20 سنه شغال في مكان هو اصلا شكله عنده 20 سنه. ديفلز بريث. عرفت الحكايه دي ازاي؟ هم عايزينها في ايه؟ ما اعرفش حتى ايه ده. استاذ اوزبورن بيحط فلوسه فيه من سنين. انا الوحيد اللي عارف المشروع ده لانه مخليه سري. خلاص انتهى. واضح انهم نقلوا شويه تسجيلات لسيرفر امن، معلومات الرواتب عن الدكتور اسحاق ديليني. مين ده بجد؟ مش عارف. يبقى لسيرفر. وطي اموت يا ده. يلا فاحمل الاسانسير. استنى الاسانسير. استنى. واو خلاص همسكه. حاول تنزل ابطا. اعمل ايه؟ كويس؟ ايوه ممكن فعلا. كويس. عارف مقارنة ببير الاسانسيرات ده جميل. اوكي يا يوري انت كويس؟ انا كويس ايوه، بس انا ملحقتش اخد اي حاجة من ستاندش قبل ما يدخلوا علينا السمور ويبعدوني. هو ايه الموضوع؟ انا حاسة ان كل اللي يهمهم انه يفضل ساكت لانه عارف عن ديفلز بريث. تمام ايا كان ده. بشتغل على ده وبيتهيألي اني لقيت طرف الخيط. طرف خيط؟ بقيت ظابط. انت قصدك الشرطي العنكبوت؟ يوري ما تقفلش وش كل مره. بيتر ايه اللي حصل لستاندش؟ هو كويس. طيب كويس، والشياطين كانوا بيدوروا على اسم معاكي قلم؟
طيب يلا. اسحاق كان اسمه اسحاق ايه؟ اسحاق ديليني. طيب مين هو وبيعمل ايه؟ كنت اتمنى ان انت اللي تقولي لي. شغاله بس اديني وقت. او قبل ما انسى، انت نسيت متعاقب توم ستون عندي، هسيبهولك في معمل دكتور اوكتافيوس وهبقى اعرفك وصلت لايه عند ديليني. سلام الدكتور. اسف اني بكلمك وقت متاخر، بس اصلي مخي متروس بالافكار. كنا بنفكر في حدود صغيره يا بيتر، ليه نعوض الاطراف المفقوده باطراف زيها لما ممكن نطورها؟ اللي فقدوا دراعهم وعاوزين يعوضوه طبعا ممكن نعمل لهم حاجه احسن. مش لازم يكون الجسم البشري هو مقياسنا، ممكن نعمل احسن من ده. شويه افكار بس. الدكتور بيشتغل بكل طاقته، اتمنى ما يدمرش. انت بخير يا فندم؟ كارمن، ايوه انا كويسه. وده جوزي رودريجو، كان بيتصرف بشكل غريب واكتشفت انه بيقابل الست دي. طيب استنوا، انا مش الشخص المناسب خالص لحل مشكلات العلاقات. الموضوع مش كده، متهيألي انها متورطه مع اشرار. ممكن رودريجو يكون في ورطه، هو خايف بس مش بيقول لي حاجه. فين رودريجو؟ ممكن اتاكد من الموضوع. عندك فكره عن مكان مقابلتهم الجاي؟ عند مركز التخلص من السموم في جرينتش. طيب اطمني يا كارمن. رودريجو بيلعب بديله يا اولاد. كارمن بعتت لي صوره رودريجو، هحاول ادور عليه. طب تعالوا نشوف رودريجو ده بيلعب بديله ازاي. اهلا. اسف، طوارئ عنكبوتيه. والله دبلجه عظيمه والله. يعني في يعني واللي عامل بيتر باركر بصراحه عظيم. يعني نفسي رودريجو. اتحرك يا سبايدر مان. اهو رودريجو. ربنا يا اسطى، شكله متوتر جدا، والست اللي معاه ما شكلهاش صاحبته. شكلها هو بعت الصوره لكارمن عشان تتعرف عليها. احسن لك ما تخبيش حاجه. ليه انا؟ الصوره دي لو انتشرت حياتي هتنتهي. زاويه وحشه، لازم تبقى مباشره. جميل جدا، لقطه ممتازه. أوكي. جميل، لو قلت لحد عن ده هسرب الصور. حبيبي هاني، لاف يو هاني. اوكي، هي ركبت التاكسي بشكل غريب لكده. مخططات، الموضوع شكله اكبر مما تخيلت. احسن لامشي ورا المبتز علشان اعرف الموضوع. كارمن انا ببعت لك صوره دلوقتي، بتشبهي على الست دي؟ لا ما شفتهاش قبل كده. بيتكلموا في ايه؟ بيخونك. شكلها بتبتزه. هي قالت حاجه عن مخططات. جوزي بيشتغل فرد امن في كازينو في اتلانتيك سيتي. ممكن تكون بتخطط لسرقه، بس انا محتاج ادله اكتر قبل ما اعمل اي حاجه. قولي لو ينفع اساعد. طيب هشوف هتاخد الخطط دي لفين. هكون على اتصال بيك. هنمشي ورا البت دي ونشوف هي رايحه فين وهتعمل ايه بالورق اللي اخدته. اوكي، دي ضحيه جديده ولا شريك؟ لازم اخد صوره ليه. شكلك شريك. مش عارف الاقي زاويه مناسبه علشان اصور الراجل الجديد. الظاهر انه الناحيه التحتانيه من الكوبري. التو تو ايم ذا سيلينج. انا اول مره اشوف الكلمه دي في اللعبه على فكره. ميشن فيل دي اول مره في اللعبه تقريبا بعد 7 ساعات يجي لنا ميشن فيل. اول ميشن فيل يا جماعه. سقف الصبح جيل ريتراي. المفروض نتعلق في السقف تقريبا ونتصور. مش عارف الاقي زاويه مناسبه. جبته. بمجرد ان يشوف الصوره هيتبع الاوامر. تمام، ده الفل. الرئيس هيتبسط. الرئيس هينبسط. يلا نشوف. ده اللي كنت بتكلم عليه. لازم الحق القطر. الحق القطر. الزعيم يستنى. الليله هتكون احسن انجاز عملته. ايوه طبعا. هم المشتركين كام بالظبط؟ لازم امشي وراهم. المشتركين دلوقتي 29,000. هتجري كده على رجلك؟ ده نزل المترو. هيلقطني وانا في المترو. لازم اتبعه من هناك. هو رايح فين؟ هنمشي ورا القطر. كارمن، المبتز ده قابلت واحد تحت سلك القطر الافقي، شكله كده يعرف جوزك. هو هيعرف هو نزل في اي محطه ازاي. ده دي شاون، اقرب صديق لرودريجو من الجامعه، دخل السجن من سنين بتهمه النهب. مخطط لمالها وسجل اجرامي. كلام مش كويس. لازم اعرف مين كمان داخل في الموضوع ده. لو هيستهدفوا الكازينو هيقتلوا على الاقل سواق وحرامي خزن. انا بتفرج. أيوة على بقى. فرقه كتير. شكل الموضوع كده، هبلغك باللي وصلت له. صنعنا يا قطار. اوكي صنع. اوكي ده رايح ناحيه المبنى ده. هو ده انت فعلا؟
مش هقدر اخش من هنا. هطلع بالاسانسير. تعالوا نطلع معاه. اوكي هو في الدور ده اهو. هما جدع على الحلاوه. معايا الخطط يا زعيم. كويس، راجع الجدول على الشاشه. كتبت اسامي الموظفين على اللوحه، حدد مراكزهم على الخريطه. اجرت رومان للسواقه؟ ده طفل يا عم. ابن اخويا، نقدر نثق فيه. عموما الموضوع منتهي، الخزن بتاعتنا معاه. هذه بيتر انجل. طيب كل من الناحيه دي كويس ساكن. حاضر، مش اوضح من كده. للبول تمام، رومان مستعد واحنا متاخرين. يلا بينا. دول بيتحركوا وراهم. بص الامن ماشي وهم مجرمين، ولا حد عارف حاجه ولا حد فاهم حاجه. عندي كل الادله اللي محتاجها دلوقتي، لازم اوقف العربيه دي. افا العربية اللي ورا خبطة. هو انتوا ايه مشكلتكم؟ اعمل ايه يا مجرم يا ساذج؟ نايس نقول دن. مهمة القطة. بحب اشوف الخطط وهي بتفشل. يا كارمن، الرحلة بتاعت صاحب جوزك وفريقه الأتلانتيك سيتي لسه ملغية حالا. شكرا. أي خدمة. اتكلمت مع رودريجو؟ الصورة دي موضحة يا ونسي طول الليل. دي شاون هو اللي نهب، بس رودريجو ما كانش يعرف، هو كان مجرد بيوصل صاحبه. خلاص يا فنانة مش هعمل حاجة. أنا عندي واحدة معرفة من الشرطة هتساعد رودريجو، بالذات لو وافق إنه يشهد في موضوع الابتزاز. أكيد، وإلا هخليه يكتشف إنه لازم يخاف مني أكتر من دي شاون. شكرا يا سبايدر مان. اي خدمه يا حياتي. استنى، في كارثه بتحصل في حته قريبه. اهلا، عندك وقت تدور لي على حاجه؟ لا، لكن لو سالت بلوت حبيبي. جات لي مكالمه بخصوص صندوق مريب على سطح في هيلز كيتشن. اقدر اتصل بفريق القنابل، بس اذا كان ده مجرد مشروع علمي للطفل. عارف، ازمه ماليه وما الى ذلك. ف ممكن لو سمحت تدور عشاني؟ ممكن بس مش دلوقتي. الكلمة السحرية. أتمنى يكون مشروع علمي لطفل. ياه وحشتني الأيام. مشاريع المدرسة كانت أسهل بكتير من مشاريع الحياة الواقعية. طبعا احنا هننزل مبدئيا هنا الأول وبعدين نشوف هنعمل إيه. أراهن إن بيتعمل لكم استقبال هايل هنا يا شباب. ياه هما مش عايزين ندخل جوه، يعني هدخل برضو. بويا. اوكي ام جي، انا في الموقع الاول على اللايحة. حذري لقيت ايه؟ شياطين. تستحقي جايزة. خلينا نشوف لو تقدري تخمني بيخططوا لايه واحنا بنتعرف. الحمد لله واحد الله. انا خربت الدنيا على فكره. ايه اللي حصل
اللعبة مالها فجأة باقي كده وبقت غريبة فجأة. شفتوه وانا تعرف مكاني ازاي؟ طلع نبي يا رجاله اللي بتضربه. ده عزيزات الا لو لابس هدوم الباباراتسي زي ما توقعت. الموقع بياخد تبرعات لحساب مؤسسه كيل خيريه للكتب. كل حاجة بتوصل بالعربيات في أماكن التبرع في المدينة. شكلها كده شبكة مثالية لتوزيع الممنوعات، وأنا شايف إن ده هدفهم الأساسي. وإيه الزحمة دي؟ انت هتفضل مستنيها قبل ما أخلصها؟ والله أنت إنسان. اكيد ده مش قطر الساعه 6. تعرفوا بعض ازاي؟ قصدي يعني مفيش اي اختلاف غير في المسار. لا لا ما تقولش ان انا هبدا من اول. نو 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 حرام والله حرام كل ده من الاول. او ماي جاد
مكان ام جي، قدرت اقفل المكان؟ تمام، هقدم للشرطه معلومه من مجهول وراهن لما يفتشوا اماكن التبرعات دي هيلاقوا حاجات اكتر من مجرد لبس مستعمل. تعال نشوف لو هتتكسر. يا دي خيبة الأمل. إيه ده؟